السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. وبعد، فلا زلنا في قراءة كتاب شرح غاية السول للإمام جمال الدين ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى، وبلغنا قول المصنف: فصل المحكوم عليه وهو المكلف، في صفحة 188. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: فصل المحكوم عليه وهو المكلف. شرط التكليف العقل، فلا تكليف على مجنون، وفهم الخطاب فلا تكليف على طفل، وهذا اختيار الأكثر فيهما، ولا يرد وجوب الزكاة والغرامات في ماليهما، إذ هو من قبيل ربط الأحكام بالأسباب كوجوب الضمان ببعض أفعال البهائم، وقيل بتكليفهما كسكران على نص أحمد والشافعي فيه، خلافاً لابن عقيل من أصحابنا وأكثر المتكلمين، وكمغمي عليه نص عليه، ولا تكليف على مميز اختاره الأكثر كالنائم والناس، وقيل بلى، وهو رواية عن أحمد لفهمه، وقيل مراهق، وهو رواية عن أحمد اختارها ابن عقيل في مناظراته، وهو من قارب البلوغ. إلى هنا، جزاك الله خير. قال المؤلف رحمه الله: فصل المحكوم عليه، الشخص الذي يحكم عليه بالأحكام الشرعية، يعني المكلف. فقال: وهو المكلف شرط التكليف العقل، فلا تكليف على مجنون. الفاء في قوله فلا يسمونها فاء التفريع، يعني فيتفرع على القول باشتراط العقل أنه لا تكليف على مجنون. ثم قال: وفهم الخطاب، عطف على كلمة العقل، يعني الشرط الثاني من شروط الشخص المكلف هو أن يفهم الخطاب، أي خطاب الشرع، الآية أو الحديث التي فيها تكليف. قال: فلا تكليف على طفل، يعني فينبني على اشتراط فهم الخطاب أن الطفل خارج عن التكليف، لا يكلف بالتكاليف الشرعية. وقوله طفل يعني مطلقاً، يعني فلا تكليف على طفل مطلقاً، ومعنى مطلقاً أي سواء كان هذا الطفل دون سن التمييز، يعني دون السابعة، أقل من 7 سنين، أو كان مميزاً وهو من بلغ 7، أو كان مراهقاً وهو الذي قارب البلوغ ولم يبلغ بعد، 3 أحوال للطفل. فلا تكليف على هؤلاء كلهم، ويدخلون في عموم قوله طفل، فلا تكليف على طفل. ولو أن المصنف رحمه الله زاد على هذين الشرطين شرطا ثالثا صحيحا، هو فيما بعد سوف يذكر ما يقتضيه، وهو القدرة. ولهذا سوف يذكر المصنف فيما بعد رحمه الله، سوف يذكر أن المكره الملجأ، أي المضطر إلى فعل ما أكره عليه، أنه غير مؤاخذ، غير مكلف، مع أن المكره الملجأ كما سوف يأتي تحقق فيه الشرطان، وهما العقل وفهم الخطاب، ومع ذلك فهو غير مكلف، فدل على أن القدرة شرط
في التكليف. إذن شروط المحكوم عليه المكلف ثلاثة: العقل وفهم الخطاب والقدرة. قال: وهذا اختيار الأكثر فيهما، وهذا اختيار الأكثر فيهما. الضمير ضمير التثنية في قوله فيهما يرجع إلى المجنون والصغير، أي أن القول بعدم تكليف الصغير وعدم تكليف المجنون هو قول أكثر العلماء، والأمر كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. قال: ولا يرد وجوب الزكاة إلى آخره. هذا شروع في جواب عن اعتراض مقدر، كأن قائلاً يقول: كيف تقول بأن الصغير والمجنون غير مكلفين، مع أن الفقهاء يقولون بأن الصغير أو المجنون لو أتلف كل منهما مالاً محترماً أو جنى جناية وجب عليه الضمان، يعني وجب الضمان في ماله، وجب الضمان في ماله. فلو أن الصغير قتل دابة لغيره أو أتلف سيارته أو أي شيء من أملاكه وجب عليه، وجب الضمان في ماله، وكذلك المجنون. ووجوب الضمان دليل على التكليف، إذ لو لم يكن مكلفا ما وجب الضمان وكان هدرا. فالجواب: قال: ولا يرد وجوب الزكاة والغرامات في ماليهما. الزكاة والغرامات، الغرامات مثلنا لها، والزكاة واضحة، فإنه إذا حال الحول وللصبي مال يبلغ النصاب وكذلك المجنون وجبت الزكاة في ماليهما عند أكثر العلماء، عند جمهور العلماء. قال: ولا يرد وجوب الزكاة والغرامات في ماليهما إذ هو من قبيل ربط الأحكام بالأسباب. هذا هو الجواب، يعني أن وجوب الضمان في مال الصغير والمجنون وكذلك الزكاة هو من قبيل الحكم الشرعي الوضعي، وكلامنا هنا إنما هو في الحكم الشرعي التكليفي. إذن وجوب الزكاة والغرامة في ماليهما هو من قبيل الحكم الشرعي الوضعي. نوعه، ما نوع هذا الحكم؟ الحكم الشرعي الوضعي كما قلنا 13 نوعا، ما نوعه؟ السبب. أحسنتم، السبب، لأن السبب كما مر معنا يوجب الحكم، يجب الحكم عند وجوده وينتفي عند انتفائه. فإذا وجد المال بلغ نصابا وجبت الزكاة، وإذا وجد الإتلاف وجد الضمان، وهذا من رعاية الشارع الحكيم لأموال الناس وحفظها، وإلا لتسلط الظلمة على أموال غيرهم بإتلافها عن طريق الصغير والمجنون فتضيع الحقوق. ثم قال: كوجوب الضمان ببعض أفعال البهائم. هذا تنظير وقياس، يقول: ألا ترون أن البهائم إذا أتلفت الزروع والثمار بالليل، فالفقهاء يقولون إن على أصحاب هذه البهائم الغرامة، مع أن الذي أتلف هو بهيمة لا تعقل، ومع ذلك وجب الضمان، فمن باب أولى أن يجب الضمان على الصغير والمجنون. ثم قال: وقيل بتكليفهما. وإلى هنا تنتهي المسألة الأولى، وقيل بتكليفهما، وهو قول شاذ، لو تركه لكان أحسن، لأن القول بتكليفهما هو قول بعض المتكلمين، وبنوه على التكليف بالمحال، على جواز التكليف بالمحال، وهي مسألة مرت معنا في درس سابق. ولو فرض أن بعض الفقهاء قال بتكليفهما، أي الصغير والمجنون، فيحمل على أنه تكليف مقيد لا مطلق،
يعني أن تكليف الصغير والمجنون ليس كتكليف العاقل البالغ، وإنما هو تكليف مقيد بشرط. شرط ماذا؟ شرط البلوغ بالنسبة للصغير والإفاقة بالنسبة للمجنون، يعني أنهما مكلفان إذا أفاق هذا وبلغ هذا. على هذا يحمل قول من قال بتكليفهما. ثم قال: كسكران على نص أحمد والشافعي فيه. هذا شروع في مسألة تكليف السكران، هل هو مكلف أو لا؟ قال: نص أحمد والشافعي على أنهما مكلفان. نص عليه رحمهما الله فقهاً لا أصولاً، يعني استخرج هذا من فقههما، لأنهما قال بوقوع طلاق السكران، قاله أحمد والشافعي وغيرهما من العلماء، فأخذ الأصحاب من هذا أنهما يقولان بتكليف السكران. قال: خلافاً لابن عقيل من أصحابنا، يعني من الحنابلة وأكثر المتكلمين، وهو أيضاً قول بعض الشافعية والظاهرية، يعني جماعة كثيرة أيضاً من العلماء ذهبوا إلى أن سكران غير مكلف، على تفصيل معروف في المطولات من كتب الأصول، منهم من أطلق ومنهم من قيد أبواباً دون أبواب. قال: وكمغمى عليه، وكمغمى عليه نص عليه. العطف في قوله وكمغمى عليه يرجع إلى ما سبق، الغير المكلفين وهما الصبي والمجنون، يعني والمغمى عليه غير مكلف أيضا، نص عليه يعني نص عليه الإمام أحمد. وعن أحمد رواية أخرى أنه مكلف، وعلى هذا اختلف الأصحاب في مسائل عدة من الفقه، هل المغمى عليه يصح صومه ووقوفه بعرفة ونحو ذلك من التكاليف أو لا؟ يعني ينبني على هذا ماذا؟ لو أحضر وهو مغمى عليه إلى عرفة، فبقي إلى أن ذهب به إلى مزدلفة فأفاق من إغمائه، فهل يصح وقوفه فيصح حجه؟ قولان للعلماء ينبنيان على القول بأن المغمى عليه مكلف أو غير مكلف. وكذلك الصوم فيما أغمي عليه النهار كله ثم أفاق بعد غروب الشمس، فهل يعتبر له ذلك اليوم أم يقضيه؟ قولان للعلماء ينبنيان على القول بأن المغمى عليه مكلف أو غير مكلف. ثم قال: ولا تكليف على مميز، شروع في مسألة جديدة. ولا تكليف على مميز، المميز هو الصبي الذي بلغ 7 سنين أو فوقها بقليل، يعني 7 سنين أو 8 ولم يقارب الاحتلام بعد. فالصبي المميز يعني اختلف فيه العلماء من جهة أن له شبها بالكبير وله أيضاً شبه بالصغير، فبعض العلماء ألحقه بالصغير الذي ليس مميزاً فقال بعدم تكليفه، وبعضهم قال إنه بلغ سنًا يفهم فيه الخطاب ويعرف الثواب والعقاب والحلال والحرام والجنة والنار فقال بتكليفه. فمن هنا اختلف العلماء فيه وفي من هو أولى منه بالتكليف إن قلنا بتكليفه، وهو المراهق، كما قلنا إن الصبي 3 أحوال: غير مميز ومميز ومراهق. قال: ولا تكليف على مميز اختاره الأكثر كالنائم والناسي، يعني فإنهما غير مكلفين. قال: وقيل بلى، هذا القول الثاني، وقيل أي وقال بعض العلماء، وهي رواية عن أحمد رحمه الله، بلى يعني بلى هو مكلف، أن الصبي المميز مكلف بما يطيقه من الأعمال بالشيء الذي يدخل تحت قدرته. قال: وهو رواية عن أحمد لفهمه، اللام لام التعليل، تعليل للمذهب الثاني،
وهو أن المميز ليس كالصبي الصغير الذي لا يفهم شيئاً، بل له قدر من الفهم، وإذا كان يفهم فمن شروط التكليف الفهم، وهذا يفهم فيكون إذن مكلفاً. لكن قول الجمهور كما قلنا على أنه ليس بمكلف. قال: وقيل مراهق، يعني وقيل إن المراهق وهو الشخص الذي قارب البلوغ ولم يبلغ بعد، قيل إنه هو المكلف. إذن هذا القول الثالث أخص من القول الذي قبله، والذي قبله أخص من قول الجمهور، لأن من يقول بتكليف المميز قطعاً سوف يقول بتكليف المراهق، لكن من يقول بتكليف المراهق ينفي تكليف المميز، ولهذا قلنا أن الثالث أخص من الذي قبله، ثم الذي قبله أخص من قول الجمهور الذين ينفون التكليف عن الصبي مطلقاً. قال: وهو رواية عن أحمد. نعم، هي رواية عن أحمد كالتي قبلها، واختارها بعض الحنابلة كما اختار التي قبلها بعض الأصحاب أيضا. قال: اختارها ابن عقيل في مناظراته وهو من قارب البلوغ، أخر التعريف بعد أن ذكر الكلام في تكليفه، يعني والمراهق هو من قارب البلوغ ولم يبلغ بعد، وعلى هذا انبنى على الخلاف، هذا في تكليف الصبي المميز، وفي تكليف المراهق انبنى الخلاف في مسائل فقهية كثيرة، فمنها مثلاً وجوب الصوم عليه إذا أطاق الصوم، قولاً في المذهب، فمنهم من يوجب الصوم عليه إذا كان يستطيعه، ومنهم من لا يوجب بناءً على تكليف الصبي المميز، ومنها لو خلت الصبية المميزة بماء يسير بطهارة كاملة فهل يجوز للرجل التوضؤ به؟ قولان في المذهب، منهم من جوز بناء على أن الصبي المميز غير مكلف، ومنهم من قال لا يجوز لأنه مكلف، والكلام في خلو الصبية المميزة لأن الصبية كالصبي في جميع هذه المسائل. ومنهم ما لو جامع أو جومع هل يجب الغسل؟ يختصرون في الكلام، يقولون إذا جامع أو جومع، بمعنى لو كان الزوج صبياً مميزاً أو مراهقاً ثم جامع امرأته فهل يجب عليه الغسل؟ وكذلك العكس، لو كانت الزوجة هي صبية مميزة أو مراهقة فجامعها زوجها فهل يجب عليها الغسل أو لا؟ قولان في المذهب ينبنيان على القول بتكليفه أو عدم تكليفه. ومنها لو ما لو وطئ في الحي الصبي المميز والمراهق وطأ امرأته حائضاً فإنه حرام لا شك، لكن هل يجب عليه كفارة دينار أو نصف دينار؟ قولان في المذهب بنيان على الخلاف الأصولي. ثم قال: والمكره المحمول، هذا ما قرأناه، تفضل يا شيخ اقرأ. والمكره المحمول كالآلة غير مكلف، اختاره الأكثر وقيل بلى وفاقاً للحنفية، وهو مما لا يطاق، وإن أكره بالتهديد والضرب فهو مكلف عند أصحابنا والشافعية خلافاً للمعتزلة. وتعلق الأمر بالمعدوم إن كان بمعنى طلب إيقاع الفعل منه، أي من المأمور حال عدمه، فهو محال باطل بالإجماع، وأما بمعنى تقدير وجوده فجائز عند أصحابنا خلافاً للمعتزلة. وذكر بعضهم صحة التكليف به تبعاً لموجود. نعم، قال: والمكره المحمول. المكره المحمول يعني المكره الملجأ، ما يسميه الأصوليون وكذلك الفقهاء المكره الملجأ، وهو الذي ليس له اختيار، لا يوجد له أي اختيار، فصار كالآلة كالريشة في مهب الريح، الريح هي التي تحركها لا تتحرك باختيارها. فقال: المكره المحمول، يعني يمثلون له بما لو قيد ثم قذف به على شخص معصوم فقتله، فهل يضمن وهل يأثم؟ الجواب
أنه غير مكلف، لا يضمن ولا يأثم. قال: والمكره المحمول كالآلة غير مكلف. اختاره الأكثر. نعم، هو قول أكثر العلماء، بل الخلاف في هذه المسألة يعني خلاف شاذ، وقيل بلى وفاقاً للحنفية، قيل إنه مكلف، هذا هو القول الثاني. ثم قال: وهو مما لا يطاق، وهو يعني تكليفه، أي وتكليف المكره المحمول مما لا يطاق، يعني تكليف المكره المحمول يكون من تكليف الذي لا يطاق، تكليف المستحيل، وهذا منفي بصريح الآيات الكريمة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم قال: وإن أكره بالتهديد والضرب، هذا النوع الثاني، وهو المكره غير الملجأ، وهو الذي يبقى له اختيار، يعني بمعنى يستطيع أن يفعل ويستطيع أن يترك، ومثل له بمن أكره بالتهديد والضرب، وكذلك القتل، لو هدد بالقتل أيضا، يعني التهديد بعقوبة تصل إلى القتل أو بالضرب المبرح أو غير ذلك، وقيل له اقتل فلانا أو خذ مال فلان أو نحو ذلك، فهل هو مكلف أم لا؟ قال: فهو مكلف. عند أصحابنا والشافعية خلافا للمعتزلة. نعم، هو قول الحنابلة والشافعية وجمهور العلماء، جمهور العلماء من المذاهب الأربعة وغيرها، أن المكره غير الملجأ مكلف، والخلاف في هذه المسألة شاذ بل خارق للإجماع، والله أعلم. قال: خلافا للمعتزلة، وذهب ووافقهم قلة قليلة من الحنابلة ومن الشافعية. قال: وتعلق الأمر بالمعدوم إن كان بمعنى طلب إيقاع الفعل منه، أي من المأمور حال عدمه، فهو محال باطل بالإجماع. هذه مسألة كلامية لن نقف عندها كثيرا لأنه لا ثمرة لها، وهي مسألة أن الأمر هل يتعلق بالمعدوم؟ أمر من؟ أمر الشارع، أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. صدور الأمر هل يتعلق بالمعدوم، يعني بغير من كان موجوداً في زمن نزول الوحي؟ يعني أنتم مثلاً أيام نزول الوحي، كلنا أيام نزول الوحي كنا عدماً، فهل تعلق بنا ذلك النص الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أو أن الأمر الشرعي لا يتعلق بالمكلف إلا حين وجوده، حين يوجد، حين يخلق. مسألة كلامية محضة ليس فيها كبير فائدة، لكن نشرحها باختصار. قال: وتعلق الأمر بالمعدوم إن كان بمعنى طلب إيقاع الفعل منه فهو محال قطعا، لأنه كيف يمكن أن يؤمر بصلاة وصوم وهو لم يخلق بعد؟ هذا محال. قال: وأما بمعنى تقدير وجوده فجائز، يعني كما قلنا من قبل حين قلنا مكلف بشرط، تذكرون في المسألة الأولى، نقول هنا هو مكلف بشرط، المعدوم مكلف أي مخاطب بالأوامر والنواهي بشرط، لا مطلقا إنما بشرط. ما هو الشرط؟ حال وجوده، يعني هو مكلف إن وجد، إذا وجد تعلق الأمر به. قال: وأما بمعنى تقدير وجوده فجائز عند أصحابنا خلافا للمعتزلة. نعم، والمعتزلة طبعا بنوه على أصل كلامي عندهم، وهو أنهم ينكرون الكلام الأزلي لله سبحانه وتعالى، ولهذا لا يقولون بأن الخطاب يتعلق بالمعدوم. قال: وذكر بعضهم كأبي الخطاب الكلوذاني صحة التكليف به تبعاً لموجود، يعني صحة أن يتوجه التكليف للمعدوم تبعاً للموجود، يعني ما قاله مطلقاً، وإنما عبارته ماذا؟
يصح تكليف المعدوم تبعا للموجود، فكلما وجد جيل من الأمة تعلق بذممهم التكليف الشرعي الذي وجد أيام يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ تبعا، فما يحتاجون إلى خطاب جديد، ما يحتاج كل ما جاء جيل إلى خطاب جديد، بل يكفي تلك النصوص التي كانت زمن نزول الوحي. وبهذا نكون قد انتهينا من مباحث الحكم الشرعي، وسوف يشرع المصنف رحمه الله في فصل جديد يتناول فيه الأدلة الشرعية، فقال: فصل. هذا ابتداء التكلم على الأصول. الأدلة الشرعية التي هي الأصول: الكتاب أي القرآن، والسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع من علماء العصر، والقياس. هذه أصول الفقه الأربعة المتفق عليها، واختلف في أصول تأتي منها: الاستحسان وهو اعتقاد الشيء حسنا، والاستصلاح وشرع من قبلنا ونحوها على ما يأتي بيانه. والأصل الكتاب وهو كلام الله المنزل للإعجاز بصورة منه، وهو القرآن، لأن الأحكام كلها من الله وهو كلامه. والسنة مخبرة عن حكم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بيننا وبين ربنا، يخبرنا بأحكامه ولا يحكم بشيء من ذات نفسه. والإجماع مستند إليهما أي إلى الكتاب والسنة، لأنه لا إجماع إلا عن دليل. والقياس مستنبط منهما لا من السنة فقط بل من الكتاب والسنة. الكتاب أي تعريفه فهو كلام. طيب، إلى هنا جزاك الله خير. قال: هذا ابتداء التكلم على الأصول. الأصول هنا بمعنى الأدلة، لأن من معاني الأصل الدليل، فإننا نقول الأصل في المسألة الكتاب والسنة والإجماع، أي دليلها الكتاب والسنة والإجماع. قال: الأدلة الشرعية التي هي الأصول: الكتاب والسنة إلى آخره. الكتاب ثم فسره بقوله أي القرآن، وسوف يأتي تفصيل هذه الجملة أن القرآن مرادف للكتاب والكتاب مرادف للقرآن. قال: والسنة، هذا الأصل الثاني، الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والإجماع من علماء العصر، وهذا هو الأصل الثالث. قال: والقياس، هذا رابع الأصول. ثم قال: هذه أصول الفقه الأربعة المتفق عليها، يعني هذه الأدلة المتفق عليها، وقوله متفق عليها صحيح. والعلماء يقسمون، كثير من العلماء وأكثر العلماء يقسمون الأدلة إلى المتفق عليه ومختلف فيه، فيعدون المتفق عليه هذه الأربعة على خلاف يسير من بعضهم، حيث يعد الاستصحاب من الأربعة ويجعل القياس من طريق الدلالات لا من طريق الأدلة كما فعل الغزالي رحمه الله. وجعلهم هذه الأربعة متفقا عليها صحيح. وقد يقول قائل: كيف تكون هذه الأربعة متفقا عليها ومن يذكرها من العلماء هم بأنفسهم يحكون خلافا في بعضها؟ فإذا ذكروا السنة ذكروا خلافا في حجية خبر الآحاد، وإذا ذكروا القياس ذكروا خلافا عريضا في المسألة بحيث يبلغ الصفحات الطوال، فكيف يقولون مع هذا إنها أدلة متفق عليها؟ إذا وضح لكم الاعتراض أو أعيد؟ وضح؟ من يجيب إذن؟ تفضل. ما أسمعك في الجملة. طيب، إذا كان في الجملة يعني وجد فيها خلاف معتبر صح؟ لا، يعني في الجملة ما معنى في الجملة؟ ما أسمع. أقول إيش؟
المذاهب الأربعة؟ لا، إذا في المذاهب الأربعة ما تصير مسألة متفق عليها، قد يكون المخالف من غير الأربعة من حيث كونه أدلة. طيب، جزاك الله خير. طيب، جزاك الله خير، أحسنت. أحسنت، أحسنت. طيب، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير جميعاً. إذا الجواب عن هذا أن نقول أن الخلاف الذي يذكرونه إما أن يكون خلافاً صدر من غير أهله فوجوده كعدمه، كخلاف النظام ومن تبعه في الإجماع فإنه لا يعتد بهم، وإما أنه خلاف صدر من أهله لكن في غير محله بأن يكون وقع بعد إجماع، كخلاف الظاهرية في حجية القياس، فإن الظاهرية على الصحيح أن قولهم معتبر في الإجماع والخلاف، إلا أن خلافهم في هذه المسألة وقع في غير محله، لأن المسألة صارت إجماعية، فإن القياس وقع عليه الإجماع القطعي المتكرر، قاس النبي صلى الله عليه وسلم وقاس الصحابة وقاس من بعدهم أجيلا بعد جيل، وهذا لو قلنا إنه إجماع سكوتي فهو إجماع قطعي لأنه تكرر عبر العصور. طيب، قد يقول قائل إذا كان كذلك فلما ذكروا خلافهم إذن؟ إذا كان هذا الخلاف لا يعتد به وتبقى المسألة إجماعية، إذا قلنا إن خلافهم غير معتبر والمسألة إجماعية فلما يذكر إذن؟ من يجيب؟ طيب، اختصار، تفضل. طيب، هذا جزاك الله خير جواب، في جواب آخر؟ طيب، تفضل يا شيخ. نعم، طيب، جزاك الله خير، جيد، أحسنتم جميعا. طيب، الجواب عن هذا نقول من وظائف الأصوليين هو الدفاع عن أصول الشرع، صون أدلة الشرع وحفظها ودفع الشبه عنها، وهذه وظيفة يجب القيام بها شرعا، يعني شرعا هي واجبة على المسلمين على سبيل الكفاية، إذا قام به بعض سقط المؤاخذة، سقطت المؤاخذة على البقية. فهذه الأصول الشرعية وجد من اعترض عليها، والذي اعترض لم يسكت بل ذكر شبها، وهذه الشبه قد تقع في قلب شخص ليس متسلحا بسلاح العلم، فقد يقنع بالشبهة فيقع في شيء عظيم وهو رد أصول الشرع. فمن وظائف الأصوليين الدفاع عن أدلة الشرع، لأن أحكام الشريعة تؤخذ من أصولها من أدلتها، فالمصادر هذه لو بطلت، تصوروا لو تركنا الاحتجاج بخبر الآحاد وبالإجماع وبالقياس، كم نرد من الشريعة؟ سوف نرد كثيرا من الشريعة بل أكثر الشريعة. فالجواب عنها من باب ماذا؟ دفع الشبهة، كما يذكر في العقيدة خلاف من لا يعتد بخلافه، أليس كذلك؟ من أهل الطوائف فلما يذكر خلافه؟ من باب دفع الشبهة عن عقائد المسلمين، كذلك الأصوليون يدفعون الشبهة عن أدلة الشريعة، واضح الغرض؟ وأيضا من أغراضهم التمرس على كيفية إقامة الحجج والبراهين على الأصول الشرعية وكيفية جواب المخالف، وهي فائدة تبعية. نعم، قال واختلف في أصول تأتي، إشارة إلى القسم الثاني من أقسام الأدلة الشرعية وهي الأدلة المختلف فيها، فقال منها من للتبعيض، مع أنه سوف يذكر أكثر الشيء المبعض، قال الاستحسان وهو اعتقاد الشيء حسناً، وهذا تعريفه لغة لا اصطلاحا. ويعني العجيب أن المصنف رحمه الله ذكر تعريف الاستحسان لغة هنا، ولما جاء بعد ذلك عرف الاستحسان هناك شرعاً، فلو أنه أخر التعريف اللغوي إلى موضعه لكان أحسن حتى يقرن بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، ولكن الأمر يسير. قال والاستصلاح وهو ما نسميه بالمصلحة المرسلة، وشرع من قبلنا، قال ونحوها، نحوها بقي شيئان،
وهما الاستصحاب والاستقراء. فهذه جملة الأدلة التي ذكرها المصنف رحمه الله من الأصول المختلف فيها، قال على ما يأتي بيانه إن شاء الله. ثم قال: والأصل الكتاب، وهو كلام الله المنزل للإعجاز بصورة منه. أصل الأصول كلها هو كتاب الله سبحانه وتعالى، وترجع إليه كل الأدلة. ولهذا قال أبو العباس القرطبي رحمه الله: كل ما يقتبس من الأصول تفصيلا فهو مأخوذ من كتاب الله تأصيلا. من يعيد؟ يقول: كل ما يقتبس من الأصول تفصيلا فهو مأخوذ من كتاب الله تأصيلا. قاعدة من قواعد أصول الفقه، يعني كل ما نستفاد من الأدلة الشرعية هو في الحقيقة استفيد من الكتاب العزيز، لأن مرد كل الأدلة إلى كلام الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم. قال: وهو كلام الله المنزل للإعجاز بصورة منه، وهو القرآن، يعني والكتاب هو القرآن، فهما مترادفان، سواء قلت الكتاب أو القرآن أو الفرقان، كلها مترادفة بمعنى واحد. قال: لأن الأحكام كلها من الله وهو كلامه. لأن الأحكام كلها من الله، هذا تعليل لقولنا إن أصل الأصول كلها هو القرآن، فالأحكام كلها صادرة عن الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وهو كلامه، هذه جملة استئنافية جديدة، وهو الاستئناف هنا، يعني وهو أي القرآن أو الكتاب هو كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم به حقيقة بحرف وصوت يليق به سبحانه وتعالى. قال: والسنة مخبرة عن حكم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الواسطة بيننا وبين ربنا، يخبرنا بأحكامه ولا يحكم بشيء من ذات نفسه. إذن السنة كاشفة عن أحكام الله سبحانه وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يتنزل عليه الوحي، فهو الواسطة بين الرب والخلق، ولا يحكم بشيء من تلقاء نفسه. نعم، قد يجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل من غير وحي يوحى إليه، إلا أن الوحي لا يسكت على الحكم الذي يذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فإما أن يقره وإما أن يسدده ويبين له وجه الصواب في المسألة كما لا يخفى عليكم. ثم قال: والإجماع مستند إليهما، يعني إلى الكتاب والسنة، لأنه لا إجماع إلا عن دليل، والدليل هو الكتاب والسنة وما يؤخذ عنهما، لأنه يجوز الإجماع على الاجتهاد، إلا أن هذا الاجتهاد راجع إلى أصل من كتاب أو سنة. قال: والقياس مستنبط منهما، يعني من الكتاب ومن السنة. قال: لا من السنة فقط، هذا واضح، لأن القياس دل عليه الكتاب العزيز ودلت عليه السنة المشرفة، والأصل المقيس عليه إما أن تشهد له آية أو يشهد له حديث أو إجماع مستند إلى آية أو حديث. فخلص من هذا أن جميع الأصول راجعة إلى الكتاب العزيز. تفضل يا شيخ. الكتاب أي تعريفه، فهو كلام الله المتكلم به في القدم بحرف وصوت، المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام للإعجاز بصورة منه، لقوله عز وجل: فأتوا بصورة من مثله، ولقوله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله
ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وهو أي الكتاب الذي هو كلام الله القرآن. وتعريفه أي القرآن ما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترا، إذ هذا القرآن قد تواتر بين الناس جميعهم. وضعف ذلك بأن عدم نقله لا يخرجه عن حقيقته، وبأن النقل والتواتر فرع تصوره فهو دوري. إلى هنا قال الكتاب، شرع الآن في الدليل الأول من الأدلة الشرعية المتفق عليها وهو الكتاب العزيز، فقال الكتاب أي تعريفه هو كلام الله المتكلم به في القدم بحرف وصوت، المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين جبريل عليه السلام للإعجاز بصورة منه. هذا تعريف الكتاب العزيز، وتلاحظون الطول في التعريف مع أنه عرفه قبل ذلك في الصفحة السابقة بتعريف مختصر في سطر واحد تقريبا، فهو أولى. وقول المصنف رحمه الله كلام الله المتكلم به في القدم، يقصد بالقدم الأزل، وهذه الكلمة الأولى تركها، وإلا فقد وردت في كلام بعض أهل السنة كابن قدامة ذكر هذا، والحافظ اللالكائي فقال إن القرآن من صفات الله القديمة، أتى بكلمة قديم، لكن أكثر أهل السنة لا يستخدمون كلمة قديم، وإنما يقولون إن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق. والغرض من هذه اللفظة أتى بها المصنف للرد على المعتزلة، فإن المعتزلة يقولون بأن القرآن مخلوق. قال للإعجاز بصورة منه، واستدل على الإعجاز بقوله تعالى فأتوا بصورة من مثله، فإن هذا تحد وإعجاز. قال ولقوله عز وجل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي معينا ومساعدا، وهذا غاية في التحدي للتعجيز. قال وهو أي الكتاب الذي هو كلام الله هو القرآن، يعني أنهما مترادفان، وهذه مسألة واضحة، وإن كان بعض شذوذ خالفوا في هذا وقالوا القرآن غير الكتاب. قال وتعريفه أي القرآن ما نقل بين دفتي المصحف نقلا متواترا. إلى هنا تعريف القرآن، يعني هذا ثالث تعريف، هذا ثالث تعريف للقرآن الكريم ذكره المصنف، وما كان ينبغي الإطالة فيه لأنه شيء واضح، والشيء الواضح لا ينبغي الوقوف عنده كثيرا. وقوله دفتي المصحف أي جانب المصحف، غلافه الأيمن وغلافه الأيسر. ثم قال إذ هذا القرآن، هذا تعليل لقوله نقلا متواترا، يعني لما قلت نقلا متواترا، لما زدته في التعريف؟ فقال إذ هذا القرآن قد تواتر بين الناس جميعهم، وهذا أمر معروف محسوس لا ينكره أحد. ثم قال وضعف ذلك، أي لازال يطيل في الكلام على تعريف القرآن، وقلنا إنه شيء يعني واضح لا ينبغي الوقوف عنده كثيرا. وضعف ذلك أي التعريف السابق، التعريف الأخير الثالث، وضعف ذلك بأن عدم نقله لا يخرجه عن حقيقته، وبأن النقل والتواتر فرع تصوره فهو دوري، يعني فيكون تعريفا دوريا، يعني اعترض على التعريف الثالث للقرآن العظيم أو الكتاب العزيز بأن عدم نقله لا يخرجه عن حقيقته. النقل وعدم النقل ليس من ذاتيات المعرف، يعني حقيقة القرآن هي سواء نقل أو لم ينقل، مع أنه قد نقل. فيقول فلما تأتي بكلمة نقل نقلا متواترا؟ ثم قال النقل والتواتر هو فرع عن تصوره. لماذا فرع عن تصوره؟ قال لأنه يعني حكم من أحكامه،
والحكم على الشيء يكون بعد تصور حقيقة الشيء. فعرف القرآن أولاً ثم اذكر أنه قد نقل وأن هذا النقل وقع بالتواتر، ولا تجعله جزءاً من التعريف فيتوقف عليه المعرف فيكون تعريفاً دورياً، وهو أن يتوقف التعريف على المعرف وكذلك العكس. قال: وهو أي القرآن معجز في لفظه ونظمه. نعم، تفضل يا شيخ. وهو أي القرآن معجز في لفظه ونظمه لما قدمناه، ولأن العرب في حال فصاحتهم وذكائهم عجزوا من أن يأتوا بمثله، بل كل من قصد مضاهاته منهم قال كلاماً ساقطاً لا عبرة به، كقول مسيلمة: يا ضفدع بنت الضفدعين نقي كما تنقين. لا، نقي كما تنقين. نقي كما تنقين. صلى الله عليك. نقي كما تنقين، لا الماء تكدرين ولا الشراب تمنعين، رأسك في الماء وذنبك في الطين. وقوله: والباذرات بذرا والزارعات زرعا والحاصدات حصدا والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابزات خبزا والثاردات ثردا واللاقمات لغما إهالة وسمنا، ونحو هذا. وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما وفد عليه بنو حنيفة: أسمعونا من قرآن مسيلمة، فلما أسمعوه قال: والله إن هذا لكلاماً ما خرج من إل قط، يعني من إله قط. والأصح معناه معجز، وفاقاً للحنفية وغيرهم للمنع من تفسيره بالرأي وبمقتضى اللغة في رواية. وقال القاضي: ليس بمعجز بمعناه. وفي بعض آية إعجاز ذكره القاضي وغيره، وقيل لا، ذكره في التمهيد وقاله الحنفية. إلى هنا. نعم أحسن، جزاك الله خير. قال: وهو أي القرآن معجز في لفظه ونظمه. معجز في لفظه، في ألفاظه، في أحاد كلماته، وفي نظمه، سياق الكلام، الأساليب الخطاب. قال: لما قدمناه، يعني من الآيتين المذكورتين في الصفحة السابقة: قل لئن اجتمعت الإنس والجن، وأيضاً قوله: فأتوا بصورة من مثله، ونحو هذه الآيات، فإنها عامة. وإذا كانت عامة تناولت اللفظ، أحد الألفاظ، وتناولت أساليب الخطاب، لأن أساليب الخطاب هو مما تفرد به العرب، مما يميز لغة العرب، ليس أحد الكلمات فقط بل أساليب الخطاب. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: ولسان العرب أوسع الألسنة مذهباً، ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي، أو كما قال رحمه الله. ثم قال: ولأن العرب في حال فصاحتهم وذكائهم عجزوا عن أن يأتوا بمثله. قال: في حال فصاحتهم وذكائهم، لماذا هذا القيد؟ من يعرف؟ أي أحسن، جزاك الله خير. لأن العرب بعد ذلك يعني فقدوا الفصحى، صاروا يتكلمون بالعامية. فيقول إن العرب الأيام الفصاحة والذكاء والفطنة وقوة اللغة عجزوا عن يأتوا بصورة واحدة من مثله. قال: بل كل من قصد مضاهاته، أن يضاهي القرآن ويحاكيه بكلام من عند نفسه، قال كلاماً ساقطاً لا عبرة به، كقول مسيلمة إلى آخر يعني ما قال. يعني يقول: يا ضفدع بنت الضفدعين نقي كما تنقين، لا الماء تكدرين، أي لا تغيرين الماء، ولا الشارب تمنعين، رأسك في الماء وذنبك في الطين. فإنه كلام لو سمعه العربي لضحك، ليس كذلك؟ سوف يضحك عليه الناس إذا سمعوا هذا. قال: وقوله أي مسيلمة: والباذرات بذراً والزارعات زرعاً والحاصدات حصداً والطاحنات طحناً والعاجنات عجناً والخابزات خبزاً والثاردات ثرداً، يعني من الثريد، يعني صانعات الثريد يقصد. والثريد هو طعام تعرفه العرب، يكون فيه خبز ولحم ومرق. واللاقمات لقمة، يعني من اللقم. إهالة وسمنة، الإهالة هي الشحم أو الزيت الذي يخرج من الشحم، ونحو هذا.
قال: وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما وفد عليه بنو حنيفة وهم قوم مسيلمة الكذاب، قال: أسمعون من قرآن مسيلمة؟ فلما أسمعوه، لما أسمعوه هذا الكلام، قال أبو بكر رضي الله عنه: والله إن هذا لكلام ما خرج من إل قط. إن هذا لكلام بالرفع بدل النصب، أصلحوا الخطأ النحوي. إن هذا لكلام ما خرج من إل قط. إل في لسان العرب معناها إله، يعني الله. قال: والأصح ومعناه معجز بالواو، كأنه يقول: والأصح أن نقول في تمام الكلام السابق: القرآن لفظه ونظمه ومعناه معجز، فأتى بحرف الواو. ثم قال: وفاقاً للحنفية وغيرهم. نعم، هو قول أكثر العلماء أن القرآن كما أن لفظه معجز فمعانيه معجزة أيضاً. ثم قال: للمنع من تفسيره. اللام لام التعليل، يستدل على هذا القول، وهو أن العلماء منعوا من تفسير القرآن بالرأي المحض أو باللغة المحضة، اللغة العربية المحضة. ومعنى محض يعني بدون اهتداء إلى أصل يشهد له من نقل في الكتاب أو السنة أو آثار الصحابة أو غيرهم. فإذا يعني ينبني على هذا، ما دام منعوا تفسير القرآن باللغة مع أن القرآن نزل باللغة، يدل على أن معانيه معجزة أيضا، فيتوقف فيها على النقل، التفسير بالأثر. قال: وقال القاضي أبو يعلى رحمه الله: ليس بمعجز بمعنى، يعني اختار القاضي أن القرآن يعجز بلفظه، أما المعاني فلا. لماذا؟ قال: لأن هذه المعاني موجودة عند الكل، المعاني هذه موجودة، وإنما الذي أعجز العرب فعجزوا عن الإتيان به إنما هو اللفظ فقط. قال: وفي بعض آية إعجاز، ذكره القاضي وغيره. مسألة يذكرها بعض الأصوليين، وهو: ما هو القدر الذي يعجز من القرآن، القدر الأقل؟ هل هو آية أو بعض آية أم ماذا؟ فالقول الأول أن بعض الآية يقع فيها الإعجاز، ذكره القاضي أبو يعلى وغيره. والقول الثاني عبر عنه بقيل: وقيل لا، يعني أن الإعجاز لا يكون إلا بآية تامة، لأنه لا يتصور أن نقول كلمة قال معجزة، كلمة إن معجزة، تأتي بحرف واحد من الآية كلمة واحدة ثم تقول معجزة، ما يتصور هذا. فلا بد إذن أن تقول إن الإعجاز يقع بالآية كاملة، هذا القول الثاني. أما القول الأول حين قالوا بعض الآية معجزة، فاستدلوا بعموم النصوص، فإن النصوص الدالة على التعجيز بالقرآن عامة لم تفصل، وحينئذ يجب إجراء العام على عمومه، فنقول المعجز من القرآن كله وبعضه، وبعض آية وآية كاملة، وكل شيء في القرآن. قال: ذكره في التمهيد وقاله الحنفية. والصحيح في مثل هذا أن يعني عدم الإطلاق، عدم إطلاق القول بهذا التفصيل المذكور في المذهبين، وإنما يقال إن هذا يعني التعجيز بالقرآن يتوقف على اشتمال النص القرآني على ما به التعجيز، وهذا يختلف، فأحياناً تكون الآية تامة هي معجزة، وأحياناً لا تكون، مثل قوله: ثم نظر، لا يوجد إعجاز فيها. وأيضاً بعض الآية كذلك، أحياناً بعض الآية لا يكون معجزاً، وأحياناً بعض الآية يكون معجزاً إذا كانت الآية طويلة أو اشتملت على ما فيه إعجاز. فالتفصيل هذا المذكور يعني مخالف للصواب، والله أعلم.
ثم قال: وما لم يتواتر فليس بقرآن إلى آخره. تفضل يا شيخ. وما لم يتواتر فليس بقرآن، لقضاء العادة بالتواتر في تفاصيل مثله وقوة الشبهة. والبسملة بعض آية في النمل إجماعا: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية من القرآن في غير النمل عند الأكثر. والقراءات السبع متواترة، والمراد فيما صح ليس من قبيل الأداء. وما صح من الشاهد هنا طيب، قال: وما لم يتواتر فليس بقرآن. ما نقل على أنه قرآن لكن سنده كان أحاديا فهو ليس بقرآن، يعني ما يصح أن يوصف بأنه من القرآن. لماذا؟ قال: لقضاء العادة بالتواتر في تفاصيل مثله. فإن العادة قضت بأن كل حرف في القرآن ينقل نقلا متواترا لتوافر الدواعي والهمم على نقله كذلك، أي متواترا. وحينئذ إذا قضت العادة بهذا فإن ما يخالف العادة لا يؤخذ به، فمن ادعى أن هذا قرآن وما نقله إلا الأحاد لا يصدق في مثل هذا، لأنه خالف ما جرت به العادة. ثم قال: وقوة الشبهة، وبعده والله أعلم كلام محذوف، لأن كل من ذكر المسألة من الأصولين ما قالوا وقوة الشبهة عطفاً على المسألة السابقة، إنما استأنفوا مسألة جديدة وهي مسألة البسملة، وهي في الحقيقة متفرعة عن هذا، لأن البسملة كالذي هو مكتوب في المصحف بين السور، فاصلاً بين السور، لم ينقل تواتراً، ولهذا وقع الخلاف الكبير بين العلماء في أنها من القرآن أو ليست من القرآن. وأما المتواتر فلا يقع فيه اختلاف. فقد يقول قائل: إنكار البسملة أنها من القرآن أو إثبات أن البسملة من القرآن يوجب التكفير من الجانبين. لماذا؟ لأنك إن قلت إنها من القرآن وهي ليس كذلك فقد أدخلت في القرآن ما ليس فيه وهو كفر، وإن قلت العكس بأنها ليست من القرآن وتكون هي من القرآن فقد نفيت عن بعض القرآن ما هو منه وذلك كفر. فماذا قال؟ قال: وقوة الشبهة في البسملة تمنع التكفير من الجانبين، يعني الحقوها ظناً ما هو قطعاً أنها من نص القرآن الكتاب، الحقوا هذه العبارة لتوضيح الجملة: وقوة الشبهة في البسملة تمنع من التكفير في الجانبين. ما معنى حينئذ؟ يقول: الشبهة أي الاشتباه في مسألة البسملة أنها من القرآن أو ليست من القرآن تمنع التكفير، لأن التكفير لا يكون إلا بدليل قاطع، وهذه المسألة الخلاف فيها سائغ والاشتباه فيها قائم، فالخلاف قديم وحديث ولكل أدلة وقد تكافأت، فالاشتباه في المسألة كبير، وكيف تقول بالتكفير في مسألة يسوق فيها الخلاف أصلاً فضلاً عما فيها من قوة الاشتباه نظراً لقوة أدلة الفريقين وتكافؤ الأدلة. هذا معنى كلامه. ثم قال: والبسملة بعض آية في النمل إجماعاً، وهو في قوله تعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. فلا شك أن البسملة هنا هي من القرآن. ثم قال: وهي، يعني البسملة، آية من القرآن في غير النمل، في غير سورة النمل عند الأكثر، عند أكثر العلماء أو عند أكثر الحنابلة يصح. إذن البسملة في غير سورة النمل، وهي البسملة التي في الفاتحة والتي بين السور فاصلة بينهما،
هل هي من القرآن أم لا؟ قولان معروفان عند العلماء، واختار الأكثر كما قال المصنف أنها من القرآن، وهو قول أكثر الحنفية وأكثر الحنابلة خلافاً للمالكية، ورواية عن أحمد والشافعية فصلوا في المسألة، يعني توسطوا بين الفريقين، فقالوا هي آية من الفاتحة وليست آية من بقية السور. قال: والقراءات السبع متواترة، والمراد فيما صح ليس من قبيل الأداء. القراءة السبع متواترة، وهي قراءة عاصم ونافع وابن كثير والكسائي وأبي عمرو بن العلاء، ومن بقي من السبعة؟ وحمزة وابن عامر. نعم، هؤلاء هم القراء السبعة، متواترة. نعم، لا شك أنها متواترة، لكن الصحيح أن القراءة المتواترة عشر وليست سبعا، فيضاف لهؤلاء السبعة قراءة أبي جعفر ويعقوب وخلف، فتكون القراءة المتواترة عشرة، وهو قول عامة العلماء، بل حكاه بعضهم إجماعا، حكى المسألة أنها إجماع. ثم قال: والمراد، المقصود بقوله والمراد يعني المراد بشرط التواتر هنا، يعني المراد في اشتراط التواتر هو فيما صح أنه ليس من قبيل الأداء، وإنما من صفة القراءة ووجوه تصاريف الأفعال ونحو ذلك، كالزيادة بحرف أو عدم الزيادة، هذا الذي يشترط فيه التواتر. أما ما كان من صفة الأداء مثل الإمالة أو مثل التسهيل الهمز أو التفخيم والترقيق أو الإشمام أو نحو ذلك، فلا يشترط فيه التواتر، وإنما يكفي فيه صحة السند، هكذا اختار المصنف تبعاً لابن الحاجب. وابن الحاجب ليس من الأصوليين فقط، بل هو من القراء، هو أيضاً من القراء، وهو تلميذ الشاطبي الإمام المشهور، إمام القراء. إلا أن الأكثرين على أن التواتر مشترط فيهما معاً، والكل يتفق على أن لا بد من صحة السند في كل ذلك. ثم قال: وما صح من الشاذ. تفضل يا شيخ. نعم، أو نؤجل هذا للدرس السابق، الدرس القادم نؤجل هذا، لأنه فيه طول، يعني مسألة القراءة الشاذة، فلعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.